غيري بيقول لها اما نقبض المعاش اما نقبض كذا بتاع. فهي لما تاخد غناوه وهي بتجاهد بترفع المؤونه عن 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 ابوها. وبعدين هي برضو انا هقول لك على كلمه والله قبل الهوى ما كلمتهم بس هقولها مفاجاه يعني كده انت عارف مفاجاتي بتبقى ساعات لا دايما هم مش الحاجه قوي اللي خرجتهم للسوق وللشارع. لا. هم حبوا يتفرجوا يعني حبوا يسلوا نفسهم ما تيجي نعمل مش نسيسري. وانا غلطان قولوا لي غلطان. لا 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 صح عايزين يبقى عندهم قالوا عايزين يبقى عندهم مشروعهم يعني تعال نجرب حاجه نفسنا فيها يا نجحت يا ما نجحتش مش هنخسر حاجه. ايه بقى بس ايه اعلى حلم ليكي في البيزنس في المشروع؟ يعني نفسنا نبقى عندنا مطاعم بصراحه مش مطاعم سلسله مطاعم كلها هتعمل مكرونه وكبده وحاجات من دي ولا هتنوعي؟ لا لا نعمل بقى 100 أكلة وأكلة 1000 أكلة وأكلة كتير. أنت عملتي الأسماء كمان كتير بقى كتير. إحنا مجهزين إن شاء الله. إحنا جاهزين. أنتوا دلوقتي هيبقى معاكم هيبقى معاكم فيديو ولينك كده من إم بي سي مصر من الدكتور مبروك عطية. اللي يقول لكم حاجة هتقولوا للدكتور مبروك عطية قال علينا مجاهدة. يا الله. إيه رأيك؟ ده شرف لينا جدا. شرف لينا جدا. شهادة لينا. نورتوني النهارده، المرة الجاية بقى نجي لكم أنا والدكتور مبروك. إن شاء الله. بس قولوا لنا تبقوا واقفين فين بالظبط. أكيد. صحيح.